السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع تليجراف مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة الشرقية. معاكم أنا أحمد صلاح مراسل محافظة الشرقية. إحنا الآن وبالتحديد مع حضراتكم من أمام محكمة جنايات الزقازيق. النهاردة جايين نتابع مع حضراتكم قضية واقعة حصلت في فاقوس. شاب يدعى حسن قتل على يد بلطجية. بلطجية دول على يعني على الكلام ان هم وقفوه في الشارع عايزين ياخدوا منه 20 جنيه، رفض يديهم، اتربصوا له 15 يوم، بعد كده قتلوه. احنا الان وحضراتكم من امام محكمة جنايات الزقازيق، معانا يعني جوز اخت حسن وابن خالته، ويمكن هو اللي مربيه كمان على ايديه، هيحكي لنا كل التفاصيل. ايه التفاصيل اللي حصلت بقى؟ اهلا وسهلا بحضرتك على موقع تليجراف مصر، شرفتنا ونورتنا النهارده. ممكن حضرتك بقى تحكي لنا على التفاصيل؟ حسن الاول الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه والنعيم، وان شاء الله حقه راجع يعني. اللهم امين باذن الله. دلوقتي حسن شغال معروف في المكتبه الصبح، تمام، وبالليل عندنا كافيه بتاعنا احنا، بيشتغل في البيت. حسن مكافح، شاب كويس مش وحش، تمام. هو بيشتغل مع والده الصبح وبالليل. حسن مكافح، حسن يتمنى اي حد يتمنى في الدنيا انه يكون عنده ولد زي حسن. حسن فعلا حلو مش وحش، ربنا يرحمه يا رب يا رب. حسن رايح ماشي في شارع شلتوت اللي هو متفرغ من شارع الدروس عندنا في الشرقيه فاقوس، تمام. طلع عليه اللي هو ابراهيم صلاح دوت او ايمن، هما الاثنين يعني عامه، ابراهيم صلاح وايمن دول بلطجيه هناك في الشارع. دول بلطجيه واقفين في الشارع، اللي رايح واللي جاي ياخدوا منه، عايزين منه فرده، عايزين منه فلوس، اللي مش يدفع ينضرب كده يعني، يهددوه. المهم طبعا اللي مش بيدفع بينضرب مثلا، تمام. حسن قابله، هما طلعوا لحسن في الشارع، هات 20 جنيه ما رضيش يديهم ال 20 جنيه. حسن ولد هو صغير في السن 17 سنه، بس ولد راجل لسه 17 سنه، ما بيحبش 17 سنه في الثالثه صنايع، ولد كويس، ولد مكافح، ولد راجل، فما رضيش يديله 20 جنيه. فطبعا من حب الناس لحسن والناس حسن الناس عارفه حسن، تمام تمام. الناس حشوا حسن من يعني من ايد الولد دوت يعني، وخلصوه ومشي. طبعا ده فضلوا 15 من ابراهيم ولا ايمن؟ ده ايمن وابراهيم الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض كانوا موقفين حسن. وخاصه ابراهيم، لان هو ابراهيم اللي انا عرفته من اصحابه او من الناس يعني، هو اللي من الشهود اللي كانوا واقفين في المكان. طبعا معانا احنا شهود، الكلام ده ما بقولش من عندي، في شهود بالكلام اللي انا بقوله، تمام، في شهود الاثبات اللي هم هيكونوا موجودين في الجلسه النهارده، اللي هم بتوعت ساعه لما طلبوا منه 20 جنيه، في شهود ساعه لما استدرجوه قتلوه، تمام. هيدلوا باقوالهم النهارده قدام النيابه، تمام، كمل المحكمه، تمام. طبعا حسن ما رضيش يديهم 20 جنيه، فضلوا 15 يوم يدوروا على حسن لحد ما عرفوا هو فين ومكانه فين، تمام. واتصلوا عليه، كان حسن عندي في قصاد عنده حنه قصاد الكافيه بتاعنا بالظبط، حنه واحد صاحبي. رن عليه فاصحابه، مين اللي برن عليك؟ مين اللي برن عليك؟ 1001 ده رقم برن عليا. فقال له مين هو؟ قال واحد بيقول لك كذا كذا. قال احنا كده كده رايحين ناكل اندومي في المكان اللي احنا بنقعد فيه. فراحوا قعدوا ياكلوا اندومي، تمام، هو واصحابه. ادوب اكل اندومي، فنادى عليه اللي هو ابراهيم دوت، قال له خد يا حسن، قال له عايز ايه في حاجه؟ قال له خد بس عايزك. مجرد ان حسن طلع بره الباب، مجرد انه طلع بره الباب، كان اخوه اللي هو اسمه ايمن دوت مستنيه ورا الباب، تمام، بره الكافيه يعني، تمام، او المكان اللي بياكلوا فيه اندومي. طعنه طعنه في قلبه ووسط ظهره، يعني تعمد انه يقتله. طعنه نفذت من القلب للظهر. طبعا. قتل عمد يعني. طبعا. تمام. اصلا حسن هو اصلا طب ساكت اساسا يعني. ابراهيم صلاح حتى عم بيقول انا هو لسه فيه روح، هو كلامه كده بالتحديد، لان ايمن سلم نفسه في نفس الليله. ابراهيم صلاح في نفس اليوم هرب، هو هرب. هرب قعد يومين. قعد يومين هربان. تمام، فهو اتمسك بعدها بيومين او ثلاثه تقريبا يعني. طبعا ابراهيم معترف، بيكلم واحد صاحبه مسافر بره، معترف بيه، بعت له رساله بيقول فيها ايه؟ بيقول له انا عملت نفسي واقف جنبه، رحت مركبها له، لقيته لسه مش مات، رحت شايلها ومركبها له تاني. يعني حسن مش خط عن واحده. خط عن تاني، لما ايمن ثلاث طعنات. من ابراهيم وواحده من ايمن، بس النفذه الطعنه مين؟ ايمن. ايمن اللي هو اصلا تعمد القتل. تمام. تمام. طبعا اللي هو ابراهيم صلاح دوت بيقول ايه في التصوير؟ تمام، بيقول لي في التصوير، تصوير الواقعه يعني، تصوير تمثيل الجريمه يعني. بيقول لي في ابراهيم دوت، بيقول لي في التسجيل اللي هو مرفق على فلاشه، تمام، ومسجل ايه مع المحضر، المحضر الفلاشه، بيقول لي فيها، بيقول انا لقيته واقف لسه مش مات، فطعمته ركبتها له، فلقيته لسه مش مات، رحت مركبها له تاني. يعني طعنه طعنه كمان. تمام. طبعا ابراهيم صلاح بيقول ايه؟ بيقول انا كده كده خالف الداخليه هيقف ورايا، تمام. طبعا مفيش حد طبعا مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق القانون. طبعا الغلط اللي اي حد في الدنيا بيغلط بيتحاسب. طبعا احنا طبعا ولا بتوع مشاكل ولا بتوع الدم، احنا نلجا للقضاء، نلجا للعدل،
ان اللي غلط يتحاسب. ده راجل طلع لي بلطج عليا عايز مني 20 جنيه ما رضيتش اديها له 20 جنيه، تمام. بعدها ب 15 يوم اتربصت 15 يوم يسال عليا ولحد ما يجيب رقمي ويستضربني، تمام، عشان يقتلني هو وابوه. يعني تعمد ان انت تقتلني. طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان مش هقول لك الموضوع مش موضوع 20 جنيه بقى، الموضوع موضوع ان انت بلطجة. ان انت مثلا متعود ان انت تبلطج على الكل، فازاي حسن بقى هو الراجل الوحيد اللي واقف قصادي؟ تمام يعني حسن. اه يعني انا باخد من كل الناس و... ومثلا عن... معلش انا اسف الله يرحمه شاب صغير واقف قصادي، اه فانت انا موتك خالص عشان تبقى عبره لغيرك، معنى الكلام يعني. تمام. طبعا يعني انت دلوقتي انت عارف انت بتعمل ايه، طالما انت عارف انت بتعمل ايه وتعمد انت تقتلني وتعمد انت تقتلني حياتي خالص وتحرم اهلي مني وتحرم الدنيا كلها مني، خلاص يبقى انت عارف انت بتعمل ايه، صح؟ يبقى انت زي ما قلنا دلوقتي تعمد ان انت تقتلني، خلاص يبقى الدوله او القانون يجيب لنا حق ابننا، حق ان هو حرم ابوه، حرم امه، حرم اخواته منهم. يعني انت مش متخيل اصلا كميه الحزن اللي موجوده في البيت عندنا، كميه الانهيار اللي اصلا طبعا احنا يعني مراعيين ده كويس جدا. ده غير ان انت بص مش اسالني انا مش عايزك تقول على حق، مش اسالني هتسالني اي حد في الدنيا ما جه اسالك على اخوك او حد قريبك هتقول له راجل كويس، صح؟ تمام. انا عايزك تسال على حسن، انزل كده وانزل اسال على حسن جيرانه اصحابه في المنطقه اللي هو شغال فيها في دراسته، شوف حسن هيتقال عليه. جنازه حسن اصلا لوحدها تشهد ما شاء الله حسن. يعني حسن ازاي كان سمعته كويسه؟ ازاي حسن بجد انا يعني لحد دلوقتي وحياه ربنا انا مصدق ان حسن راح، مش هو مش غالي على ربنا، بس بجد الولد ده كان كويس بجد. الراجل ده المفروض الولد ده حقه يجي بجد، مش يعني انا بتمنى اي حد يشوف اللايف او اي حد يسمع لو المقطع لو ربع حاجه لو حاجه بسيطه من المقطع، بتمنى من ربنا بس ان هو يعمل مشاركه يعلق عشان خاطر ان بس حق حسن يرجع له، عشان انت مش يعني مش تنحرم من ابنك، مش تنحرم من اخوكي، مش تنحرم من اخوك، بتمنى من ربنا ده. لا يعني قضاء مصر عادل وان شاء الله ربنا يرجع لكم حقه ان شاء الله. يعني طبعا النهارده ثاني جلسات. طب قول لي حصل في الجلسه اللي فاتت. طيب اول جلسه ازاي النهارده ان شاء الله اللي حصل في اول جلسه؟ لا المحامي بتاعهم تقريبا يعني ما تفهمش اصلا، هو بعت اللي هو بيطلب التاجيل يعني، فتأجلت النهارده وان شاء الله. النهارده موجودين شهود الاثبات. موجود شهود الاثبات ان شاء الله النهارده موجودين، وان شاء الله شهود الاثبات كانوا موجودين في اثناء الواقعة. طبعا. تمام. الواقعة الاولى والواقعة الثانية. الواقعة الاولى والثانية. طبعا الواقعة الاولى هي بتاعت 20 جنيه اللي هم عايزين منه فردة، تمام. تمام. الواقعة الثانية ساعة لما استضافوه. لما استضافوه في القهوة وايمن ايمن وابراهيم قتلوه. قتلوه قدامه. تمام. طبعا بتمنى من ربنا ان ربنا يرجع حاج حسن، وان شاء الله هيرجع باذن الله تعالى، لان احنا سقطنا في القضاء ان شاء الله. ان شاء الله حاول يرجع وربنا يرحمه. قضاء مصر عادل. وشكرا جدا لحضراتكم، شكرا على متابعتكم، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا كنا بنتابع قضيه حسن اللي اتقتل بسبب على يد اتنين بلطجيه بسبب فرد 20 جنيه ما رضيش يديهم له، تربصوا له 15 يوم في قهوه، طعنوه طعنه في نافذه في القلب اودت بحياته. احنا كنا مع حضراتكم من امام محكمه جنايات الزقازيق بنتابع مع حضراتكم القضيه. شكرا جدا لحضراتكم وشكرا على متابعتكم، وان شاء الله موجودين مع حضراتكم في لايفات قادمه.